اليوم الجامعة تجد في حدث واحد البطل اللي كان البطل المثالي أخلاقه في نتائج ديالو، كذلك أسرة الأمن الوطني فقدت هذا العنصر اللي كان خدام مع سيدنا الله يرحمه حسن الثاني، وكذلك اليوم كان خدام مع محمد السادس. نتمنى له المغفرة والرحمة، ونشكركم على هذا التدخل ديالكم وعلى نقل هذا المراسم ديال الجنازة ديال الزرزور خالد، ونتمنى على ان نكونوا دائما في المستوى باش نقلوا المراسم ديال الناس اللي توفوا، كالسيد مرباح اللي توفى هذه الايام هذه، تو كان الاساتذه ديالنا ومن الاطور ديال جهدو، ونتمنى الرحمه لهم والمغفره. شكرا العجيب الاخ ديالنا وضعنا فيه، وهما اعزاز والله اعز منهم، كان بطل كان هادي وكان خويا وبنا المدرب ديالنا على الشانت ولا التفراوي ولا الحاج بوكلا كلشي الطاقم كلهم كانوا خوتنا وحبابنا، وضعنا في هذا اللهم اغفر لله اللهم اغفر له الله يوسع عليه الله يثبتوا على السؤال واش ما طلبوا من عند الله تبارك وتعالى، هما عزاز والله عز ولا اله الا الله محمد رسول الله، والله يخلي مهمته بركه، الله يخلي له وليداته راه خلينا رجال الحمد لله، والله يخلي له المراه ديالو، الله يخليهم له بركه، ونطلبوا له في هذه الساعه وكيبغي كاع العالم كله يطلب له الدعوات وصافي، والله الله يوسع عليه والله يغفر ليه والله يثبتوا على السؤال والله يوسع عليه الله يوسع عليه الله يوسع عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. محمد محمد باش نودعوا واحد الاخ احنا جينا باش نحضروا المراسم تأبين هذا الاخ المناضل ديالنا اللي خدم سيدنا خدم الملوك العلي، هذا الشرف لينا باش نحضروا وما سخيناش به والله يلحقنا عليه المسلمين. هذا الولد ديالو الزرزور الكلمه الوحيده للزرزور محمد على اسم الاب ديالو، الكلمه الوحيده اللي نقدر نقول في حبه انه كان انسان طيب وواقف بكاع بما تحمل الكلمه من معنى، كان عمره ما ظلم حد، ديما كيوقف مع المظلومين، كافي اليتيمه، عمر شي واحد ما قالها في خيبه، الله يرحمه، رياضي الله يرحمه، كان كان بطل كبير، وكان خدم سيدنا كان في الحرس الملكي ديال الملك المرحوم حسن الثاني، والله يرحمه في هذا النار الله يوسع والله يثبت عليه تبتوا في الشهاده الله يوسع عليكم الله يصبركم الله يرجعوا لله وان اليه راجعون. السلام عليكم. كنت كنحضروا اليوم التأبين ديال الاخ ديالنا السي خالد الزرزور الله يرحمه عليه الله يوسع عليه في هذا النهار، كان صديق وعزيز علينا بزاف، خدم الوطن الله يوسع عليه هذا النهار وصافي. هادشي اللي عندنا حاجه ديالو حاجه كريم كرا السي خالد الزرزور الله يغفر ليه، تقريبا هادي 40 عام وحنا تنترينيو، وكان بطل كبير متواضع وخلوق وعز عليه اليتامى، وكنا في المنتخب الوطني واحد المده طويله ديال 15 سنه، وخدم في الحرس الملكيه خالوق، وعمرنا ما سمعنا منه شي كلمه ديال العيب، الله يرحمه ويغفر ليه والله يجعله من المؤمنين ان شاء الله، انه واحد فقدنا واحد البطل كبير وفقدنا واحد الشخصيه كبيره في التواضع ديالو وعز عليه اليتامى. انا اللي عاشرت واحد 40 عام تقريبا كنا في المنتخب من الصغر ديالنا انا وياه ومارس، دربنا في المنتخب عزيز على الاطر كلهم، عز على المدربين ديالنا، تلاحظوا المدرب دابا هو حاضر معنا دابا باش تعرف راه الله يرحمه ويغفر ليه، فقدنا واحد الانسان اللي فقدته كاع الاسره ديالو الاسره الكبيره ديالو، الرياضيين بطل كبير اللي كان معايا خالد الزرزور ملي كنا في المنتخب، اي واحد تيطيح مع الزرزور تيخاف منه، ولكن خالوق الله يرحمه ويغفر ليه الله يرحمه في هذا النهار ويغفر ليه، شكرا بزاف الله يجزيكم بخير الله يرحمه. خليها وش عليهم.
اخر حاجه قلتيها لي راح خو مات بحسين دابا خلى لينا جوج يتامى هو اللي كان كلف بهم كفل بهم هو فيناش الموت وكي اخر حاجه وصاني عليها الله يرحمه في النار كان عزازين الله يرحمه ولاد عبد السلام كان يرحمه كان عزازين اكثر من ولاده الله يرحمه الله يرحمه